دي المتهم حاول يفكها معرفش فقطعها بالسكين قطع الخرطوم بتاعها بالسكين وحاول ان هو يخرج بيها معرفش عرفش فسابها تخلى عنها في حديقه المنزل القصه دي تصدرت كل محركات البحث سر اختيار فيلة محمد صلاح اللصوص يكشفون خلال التحقيقات دوافع عملية السرقة التحقيقات تكشف اسباب اختيار اللصوص فيلة محمد صلاح لسرقتها عرف التفاصيل السلام عليكم لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم الله بالخير عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناه كره شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وباذن الله كمان شهر سيكون السحب على 100 ايفون برو ماكس سر اختيار فيلة محمد صلاح اللصوص يكشفون خلال التحقيقات دوافع عمليه السرقه تغطيه خاصه من اعداد اسراء عبد القادر وتقديم احمد العدله والتي استعرض خلالها أنه استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال المتهمين بسرقة فيلة اللعب محمد صلاح واعترف المتهمان بسرقة الفيلا بأسلوب كسر أحد النوافذ بعد تخطيط سرقتها وكشف المتهمين أنهم اختارا فيلة محمد صلاح نظرا لسابقة معرفة المتهم بالسرقة المديليات وكل ما يتعلق بممارسة الرياضة وهو ما قد يضر عليهما بمبالغ مالية كبيرة حال بيعها وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين في واقعة سرقة فيلة محمد صلاح بتجمع الأول أربعة أيام على ذمة التحقيقات ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلة محمد صلاح نجم كرة القدم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة وإعادة المسروقات وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ الثاني عشر من مارس الجاري من مدير اعمال أحد لاعبي كرة القدم باكتشاف سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائن بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة التحقيقات تكشف اسباب اختيار لصوص فيلت محمد صلاح لسرقتها اعرف التفاصيل اعلنت وزارة الداخلية ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلت محمد صلاح النجم العالمي بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة وإعادة المسروقات وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بتاريخ الثاني عشر من مارس الجاري من مدير أعمال أحد لاعبي كرة القدم باكتشاف سرقة بعض محتوى الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائن بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة وقالت الداخلية وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقع وتبين أنهم شخصين أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكني مقيمين بمحافظة الإسماعيلية وأن الواقع ارتكبت بتاريخ الثاني من مارس الجاري شاهد بالفيديو لحظة زيارة عادل إمام إلى مرتضى منصور في سجن أبو زعبل أعلنت مصادر حقوقية القبض على أربعة من مشجعي نادي الزمالك بعد مباراته أمام فريق إمبي بعدما حملوا لافتات مدون عليها عبارات ضد مرتضى منصور رئيس الفريق وطبقا للمصادر الحقوقية الاثنين فالمشجعون الاربع هم محمد حسن وعمر هاني ويزيد العامر وبيتر ثروات ويوجدون حتى الساعة في قسم ثاني مدينة نصر شرقية القاهرة ليست هذه المرة الاولى التي يتم اعتقال مشجعين لكرة القدم هذا العام ففي فبراير الماضي ألقي القبض على سبعة من المشجعين وجماهير نادي وفريق بلوزداد الجزائرية بسبب إشعال شمريخ على كبر قصر النيل قبل مباراة فريقهم أمام نادي الزمالك لكرة القدم في استاد القاهرة الدولية ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وفي عام 2019 اعتقل عدد من اعضاء رابطة التراس اهلاوية من منازلهم من مدينة الاسكندرية وذلك في ابريل عام 2019 تحديدا وجرى عرضهم على النيابة بعد نحو شهر وتحديدا في 23 من مايو 2019 ليجرى حبسهم على ذمة القضية 770 لسنة 2019 حاصر أمن الدولة والمعروف عالميا باسم قضية ألترس أهناوي وذلك بتدابير احترازية أخيرا أسرة عادل إمام تعلق على زيارة عادل إمام له مع محمود الخطيب تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس وحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وعضو المجلس محمد سراج الدين وكان المحامي محمد عثمان وكيل مجلس اداره الاهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اتهم فيه الاخير بسبهم والتجاوز في حقهم وقال سراج الدين في منشور على صفحه رسميه بموقع فيسبوك ان التجاوز والسب من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائيه نادي الزمالك وصفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث سب وقذف رئيس مجلس اداره النادي الاهلي محمود الخطيب عضو المجلس محمد سراج الدين والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان وقررت لجنة الانضباط التابعه للاتحاد المصري لكره القدم تجميد العقوبه التي تم توقيعها على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي خلال الايام الماضيه والتي لم يتم اعلانها بعد تدخل مسؤولي الاهلي وعلم القاهره 24 ان لجنه الانضباط جمدت العقوبه ضد محمود عبد المنعم كهربا بعد تدخل مسؤولي الاهلي لمعرفة مصير الشكوتين اللتين تقدم بهما النادي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك. سيد عبد الحفيظ وضح سبب زيارة مرتضى منصور داخل سجن أبو زعمل. وصف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بأنه واحد من أفضل مدربي العالم على الإطلاق. وقال عبد الحميد خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد إن ثقته اهتزت في فرارة مدرب الزمالك رغم قناعته بأنه أحد أفضل المدربين في العالم، وأضاف نجم الزمالك السابق فيريرا بروسفور عبقري، ودرس تدريب كرة القدم لأباطرة التدريب في أوروبا، لكن ثقته اهتزت فيه خاصة وأن النتائج لا تتناسب تماما مع إمكانياته، بغض النظر عن أية مبررات، وأوضح أن منافسة الزمالك على الدوري أصبحت صعبة للغاية. خاصة وأن الأهلي توج اكلينيكيا باللقب، رغم لعب الأحمر 18 مباراة فقط، مضيفا كل الفرق لا تستطيع منافسة الأهلي والزمالك على الدوري، لكونهم يلعبون في المناصب الشرفية فقط. جدير بالذكر أن المجموعة الرابعة تضم أيضا الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد تسع نقاط، بالإضافة إلى الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد أربعة نقاط، وبفارق الأهداف عن المريخي صاحب المركز الأخير الذي يتساوى مع الفارس الأبيض بنفس النقاط. أول تصريح من نقل مرتضى منصور بعد زيارة وفد من النادي الأهلي إلى والده مرتضى منصور <applause> فتح الإعلام مهيب عبد الهادي النار على المسؤولين في نادي الزمالك بسبب رحيل بعض الأعمدة الرئيسية عن الفريق خلال الفترة الماضية وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات عبر برنامجه اللعيب تخيل وجود مصطفى محمد وإمام عاشور وأبو جبل وطارق حامد وبن شرقي في الزمالك أقسم بالله المجموعة دي تاخد دوري أبطال إفريقيا وتابع والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات ما هو سبب فشل الكرة المصرية في أفريقيا بالتحديد؟ لا تنسوا أن تشاركونا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعاده لا تنسوا الصلاه على النبي